النهاردة الفجر المنطقة بتاعة طابا، تحديدا المبنى بتاع الإسعاف في طابا تم قصفه بصاروخ، والخبر خرج على القاهرة الإخبارية اللي هي تعتبر موقع رسمي إن في قصف صاروخي استهدف مبنى الإسعاف في طابا والمبنى الإداري المجاور ليه، وحصلت 5 إصابات وتم نقلهم بشكل عاجل لمستشفى طابا. الصور الأولية بتقول إنه ده قصف شديد، لأن المبنى يعني شكله متبهدل وفي عربيات متبهدلة، وكانت الناس في حالة هلع كبيرة جدا الفجر. طابا بتبعد عن منطقة إيلات في الأراضي المحتلة، الإيلات الإسرائيلية، خلاص يعني المسافة بينهم قريبة جدا، وبتبعد عن قطاع غزة حوالي 200 كيلو. مهم قوي نقول المقدمة دي عشان اللي جاي. بعدها ب يعني ساعات طويله الدنيا كلها كانت نايمه، طبعا الرئيس نايم والمتحدث العسكري والاعلام، ما كانش في تعليقات غير من وكالات انباء بس. فصحينا الصبح الحمد لله بدا الاعلام يتكلم في 3 محاور. المحور الاول هو الناس اللي رفعت النبره قوي وبتهاجم اسرائيل وبتتهم اسرائيل ان هي اللي قصفت، لان هو الاحتمال الاقرب، زي الاستاذ عمرو اديب مثلا لما قال كده غلطاتكم قد غلطاتنا، فخلونا بقى ايه نرد وعادي جدا مش هتنجر الحرب ولا حاجه لو انت ضربت صاروخ قصاد صاروخ. ده كان كلام عمرو اديب. مصطفى بكري قال دي رابع مره يتعدوا علينا ومصر مش عارف ايه والجيش المصري ايه، فكان نبرته عاليه جدا. الطرف الاخر هو الطرف اللي بيحاول يقول لك لا يا جماعه ده في روايتين، مش يمكن الصاروخ جاي من غزه، طب مش يمكن المقاومه كانت بتضرب ايلات وغلطت، طب مش يمكن حماس هي اللي ضربت الصاروخ ويمكن اسرائيل. ودول كانوا طبعا زي نشأة الديهي ومجموعه اخرى من الشباب الموجودين على تويتر انه لا ده في روايتين، ده يمكن الفلسطينيين اللي ضربوا بالغلط يعني. طبعا الروايه دي جيش الاحتلال طلع اكدها بعد شويه وقال انه ايوه دي كانت استهداف لايلات، وبعدين وسائل الاعلام الاسرائيليه قالت، وبعدين الصاروخ نزل بالغلط في طابا. طالما انتوا يا مصريين يعني مبسوطين وعندكم لجان الكترونيه حلوه كده بتروج الروايه الاسرائيليه، فيلا اسرائيل تركب على الروايه وتقول اه هم الفلسطينيين احنا مالناش دعوه. بعدين الطرف الثالث او النوع الثالث هو زي الاستاذ احمد موسى كده، اللي هو يا جماعه والله احنا عندنا تحقيقات ومحدش يستعجل واحنا بنشوف ايه اللي بيحصل. بعدين طلع المتحدث العسكري باسم القوات المسلحه المصريه قال لا ده في طياره مسيره، خلي بالك الكلمة مهمة، الطيارات المسيرة دي بتستخدم تحت هناك عند الحوثي في اليمن هناك، وإسرائيل هتطلع تعلق على ده بعدها بشوية. قال لك في طيارة مسيرة، طيارة بدون طيار يعني، نزلت على مش عارف المبنى هناك في طابا، وبعدين احنا لسه بنحقق. من شوية حصل في صاروخ تاني في نويبع، محطة الكهرباء في نويبع. وبعدين طلع متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال لك في استهداف وتوترات في منطقة البحر الأحمر، واحنا بننسق مع الجهات المصرية عملية مشتركة لمش عارف ايه، واحنا جماعة والله بنشوف مع المصريين القصة والكلام ده كله، ما حدش يقلق من اي حاجة. الفكرة هنا ان هو عايز يركب القصة ويلبسها للمقاومة او الفصائل الفلسطينية ان هم اللي ضربوا الصاروخ بالغلط او مش عارف ايه. طب ونويبع، طب انت ضربت طابة، طب بالنسبة لنويبع مش عارف الحقيقة. إسرائيل مش عايزة تقول إنها هي اللي قصفت ومش هتقول، ولو قالت هتقول إنها بالغلط. إحنا عندنا طبعا ناس كتيرة جدا يقول لك إيه المشكلة يا جماعة، ما إحنا في يعني مش عايزين نحارب يا إخوانا، ما حدش جر مصر الحرب، ما حدش بيقول لك نجر الحرب ولا حاجة، بس فكرة إن أنا بحتفظ بحق الرد ما ينفعش تيجي تفضل تاكل ألم ورا قفا ورا ألم ولا صاروخ ورا قصف ولا مش عارف إيه. تقول لي ما احتفظ بحق الرد، حضرتك هترد إمتى؟ وزي ما عمرو أديب قال صاروخ بصاروخ، قال لك اعتداء باعتداء، عادي يا جماعه على فكره دي في قواعد الاشتباك يعني موجوده، حزب الله واسرائيل بيدكوا بعض بقالهم 2 أسبوع في قواعد الاشتباك، مفيش حرب حصلت ولا حاجه، بس على الاقل يبقى في عارف انت اللي هو ايه ناسك يعني، انت بتقول لهم لا لا بيعدي انا عندي خطوط حمراء. لكن حتى الان احنا مش شايفين اي خطوط حمراء ولا زرقاء ولا صفراء ولا اي حاجه خالص لحد دلوقتي. الروايه اللي طالعه او اللي هم بيحاولوا يروجوها انه صاروخ فلسطيني وكان مضروب من غزه ونزل بالغلط عندنا في طابة، بس ما حدش لسه قال لنا نويبع حصل فيها ايه.